انا محمد داود، بدات زي اي ناشئ، بلعب في نادي زور الرمل ابتدت الظهريه، وبعد كده رحت نادي كروم 16 سنه، رجعت على نادي الاتحاد، ومن الاتحاد بقى بدات مسيرتي اولمبي حرس جونه كل ده في الممتاز. اما الممتاز بي اولمبي صعدته مرتين، حرس مره، جونه مره، ترماي من الثالثه للدوري الممتاز به، العبور من الثالثه للممتاز به، مركز شباب المعموره من الرابعه للدرجه الثالثه. عندي 44 سنه وبلعب لغايه دلوقتي 294 جول. ساعات كنت انا هداف دوري الناشئين مع كابتن محمد عمر وكابتن عادل بابلي وكابتن رزق نصار. فسوبر كير صعدني، كان عندي 16 سنه ونص 17 سنه، لعبت دوري ممتاز وانا عندي 17 سنه، وبعد كده لعبت مع مستر هيدوكوتي وكابتن محمد عمر والدكتور حسن ابو عبده. كنت انا هداف دوري الناشئين وانا عندي 17 سنه بلعب فريق اول. قعدت بتاع اربع سنين، وبعد كده رحت الحرس. قعدت سنتين في الحرس مع كابتن محمد عمر، والسنه الثالثه مع كابتن طارق العشري، كابتن محمود عطا وكابتن عاصم زغلول. دي السنه اللي صعدنا فيها للدوري الممتاز. انا صعدت مع النادي الاولمبي 2006 و2008 للدوري الممتاز، كنت هداف الدوري على مستوى مصر على الثلاث مجاميع. 2006 كنت هداف دوري الترقي، صعدنا ممتاز. 2008 2006 صعدنا ممتاز. رحت اعاره نادي الكروم، جبت معاهم 15 جون. رجعت تاني كنت اعاره، رجعت على الاولمبي صعدتهم دوري ممتاز 2008، جبت 23 جون. لعبت دوري ممتاز مع الاولمبي 2009، لعبت دوري ممتاز مع النادي الاولمبي نص موسم، نص الموسم الثاني رحت الجونه صعدتهم ممتاز، كنت هداف الدوري، كنت هداف الفرقه وهداف الدوري في الدور الثاني، جبت معاهم 15 جون. ورجعت بقى على الاولمبي عشان انا كنت اعاره. اما انا بقى مع الحرس مشوا الفرقه كلها، كنت انا هداف الدوري وهم جابوا فرقه جديده خالص. يعني في ناس نقاد وصحفيين ومواقع هم اللي ساروا الموضوع ده، موضوع اللي انا هداف الدوري. انا جايب 294 جون ما حصلتش في تاريخ مصر، 294 جون ما حصلتش في تاريخ مصر. حد يقول لي جاب الرقم ده في الدوري الممتاز به اكتر من 195 جون، اكتر من 195 جون بالورقه والقلم، هداف النادي الاولمبي على مدار تاريخه. انا ماليش دعوه بممتاز درجه اولى درجه، هداف تاريخه بالورقه والقلم، الهداف التاريخي للنادي الاولمبي محمد داوود. من بعديها انا بقى بدات مسيره بقى، كان معايا بقى كنت انا بقى ايه في الترام والعبور والكلام ده، لغايه انا بلعب، انا عندي 44 سنه ماشي في 45 سنه 177، انا بلعب لغايه دلوقتي. حصيله اهدافي 294 هدف، فيهم 195 هدف في الممتاز به. انا ما بسيرش مواضيع وما بعملش مشاكل وما بعملش اي حاجه، بس انا عاوز اسال سؤال، سؤال واحد بس. اللي بيجيب 100 جون، اللي بيجيب 100 جون بيطلعوه في التلفزيون. انا مش محتاج التلفزيون والله، مش محتاج، يعني انا الحمد لله بفضل الله. يعني اقول لك حاجه، انا كفايه عندي حب الناس بس دي عندي بالدنيا كلها. المظاليم مظلومين زي ما بيقولوا في كل الاقسام. في لعيبه في الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه تلعب دوري ممتاز لو في اهتمام وفي ماديات كويسه، في لعيبه، بس مفيش ضوء مش متسلط عليها. من سنه بالظبط حصلت لي مشكله، كنت قاعد في محل في ناس وقفت معايا. انا بقول يعني النادي الاولمبي بمجلسه السابق والحالي، المجلسين ناس محترمه جدا وكلهم ناس افاضل وحبايبي ومفيش اي مشكله، بس هم فين من محمد داوود فعملوا في النادي الاولمبي؟ بس الحاج عامر حبيبي ابو الرياضيين في اسكندريه زي ما بيقول الحاج عامر حسين، راجل محترم وبقابله كتير الحمد لله، وهو راجل فاضل وراجل محترم وانا بعزه جدا جدا جدا. وانا بس بطلب منه حاجه بسيطه بس، يعني هو زي تكريم لمحمد داوود بس. هو راجل معايا فوق الوصف وما يعرفش الكلام اللي هقوله ده، يعني هو الكلام اللي هقوله ده هو ما يعرفوش، بس انا بطلب من مدرسه كبيره تكريم لمحمد داوود على انجازاته الكرويه بس.